تحياتي لكل اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة الأحلام وحابين يعرفوا تفسير السباحة في المنام. السباحة في المنام يعني إن كان بالبحر أو بالنهر ترمز إلى الغموض، فالماء دايما يرمز إلى الغموض، ولكن المي النظيفة هي أفضل من المي المتعكرة أو المي الموحلة أو المي يلي بيبقى فيها حيوانات إن كان أسماك أو حتى غير من الأسماك. وتعتبر هذه الرؤية محمودة للرأي وتدل على التغلب على بعض المشاكل وخصوصا القانونية، فمية البحر هي ترمز أكثر للمشاكل القانونية، والمية الحلوة بترمز للتغلب على المشاكل القانونية أو إجراءات حكومية. للمرأة المتزوجة تدل السباحة في الماء النظيف إن كان بحر أو نهر تدل على قدرتها على إخفاء مشاعرها والبدء من جديد مع شريكة بطريقة أفضل، كما تدل على تحسن مزاجها وأوضاعها إن كان عندها خصومة أو مشاكل مع عائلتها أو مع زوجها، فيدل هذا المنام على أنه تحسن العلاقة أول بدء من جديد. للفتاة العزباء تدل على مرحلة انتقالية بانتظارها وتجديد لأفكارها وقرارات بانتظارها لإنهاء العزوبية. وللموظفين ورجال الأعمال تشير هذه الرؤية إلى إعادة اتصال وتواصل مع محيط سابق من بعد ما كان قاطع بخلاف معهم، وكمان تصحيحات لمسارهم المالية، وخصوصا إذا كانوا عايشين نوع من الانكسار المالي أو حتى في عندهم أوراق قانونية بتتعلق بشؤون مالية. كل حلمو أنتم بخير، تضلكم بألف خير، وباي باي.